السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من مادة تطبيقات مناهج البحث العلمي في الإحصاء والمستوى الرابع. أرجو أن تكونوا جميعا بخير وفي أحسن صحة وحال. النهاردة إحنا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على مقاييس النزعة المركزية، دلوقتي هنكمل مقاييس التشتت. عايزين نقول يعني إيه كلمة تشتت؟ بنقول التشتت ده زي مقياس إحصائي بيقيس مدى بعد القيم عن المتوسط. يعني إحنا في الباب اللي فات كنا بنجيب المتوسط بتاع الظاهرة، طب الأرقام بقى الأصلية في فروق كبيره بينها وبين المتوسط دوت، يبقى معنى ذلك ان التشتت هيطلع رقم كبير، ولا هم قريبين من المتوسط الفروق بينهم قليله فالتشتت هيطلع رقم صغير. يبقى احنا كاننا بنقيس مدى تجانس البيانات، مدى قربها من المتوسط او مدى قربها من بعضها البعض. طبعا في مقاييس كتير للتشتت، احنا هنكتفي برضه عشان ما نثقلش على حضراتكم بالانحراف الربيعي والانحراف المعياري. تعال نشوف كل الانحراف الربيعي او نصف المدى الربيعي، ساعات يطلق عليه الانحراف الربيعي او نصف المدى الربيعي، ده بيستخدم زيه زي الوسيط في حاله وجود ارقام شاذه. طب بيتحسب ازاي؟ الخطوات بتاعته بنرتب البيانات تصاعدي او تنازلي، بس خلينا دايما يفضل ان احنا نرتب تصاعدي. احنا الترتيب الوسيط كنا بنقول ن زائد 1 على 2، هنا ده الربيع مشتق من كلمه ربع فهنقول ن زائد 1 على 4، وبناء عليه حسب الترتيب اللي هيطلع هنحدد قيمه الربيع الاول وهنديله الرمز ر 1، وبعدين هنجيب ترتيب الربيع الثالث نفس القانون ن زائد 1 على 4 بس مضروب في 3، وهنطلع قيمته نسميها او نديها الرمز ر 3، وبعدين نطبق القانون الانحراف الربيعي نفسه عباره عن الفرق بين الربيع الثالث والربيع الاول، ر 3 ناقص ر 1 مقسوم على 2. طب تعالى نشوف مثال كده مع بعض. يديني مجموعه من البيانات 70 80 40 60 20 30 25 المطلوب حساب الانحراف الربيعي للاجور. هنرتب الاول من الصغير للكبير، يبقى 20 25 30 40 60 70 80. الخطوة الثانية هنجيب ترتيب الربيع الأول، نون هنا عددهم كام رقم؟ 1 2 3 4 5 7 أرقام، يبقى 7 زائد 1 8 على 4 تديني 2، دي معناها أن الربيع الأول هو الرقم الثاني بعد ما رتبنا، الرقم الثاني بعد ما رتبنا اللي هو قيمته كام؟ 25. هنروح نجيب ترتيب الربيع الثالث، نون زائد 1 على 4 في 3، طب إحنا نون زائد 1 على 4 لسه حاسبينها، اللي هو الترتيب بتاع الربيع الأول كان طالع ب 2. يبقى لو ضربت 2 في 3 يديني كام؟ 6، 6 معناها ان الربيع الثالث هو الرقم السادس، لو عدينا كده الرقم السادس هنلاقيه اللي هو قيمته كام؟ اللي هو قيمته 70. يبقى كده عندي الربيع الاول ر 1 ب 25 والربيع الثالث ر 3 ب 70، اطبق بقى القانون يبقى الانحراف الربيعي الفرق 70 ناقص 25 مقسوم على 2 هيطلع 22 ونص. طيب نروح بقى للانحراف المعياري، الانحراف المعياري ده من اهم مقاييس التشتت. بنستخدمه امتى يا جماعه؟ بنستخدمه في حاله عدم وجود ارقام شاذه، في حاله عدم وجود قيم شاذه. تمام، يبقى الانحراف الربيعي بنستخدمه لو في ارقام شاذه، الانحراف المعياري بستخدمه لو مفيش ارقام شاذه. بيتحسب ازاي؟ في طريقتين لحسابه. الاول هنديله رمز عين جاي من كلمه معياري، يبقى الانحراف المعياري رمز عين عباره عن جذر مجموع س ناقص س شرط الكل تربيع مقسوم على ن ناقص 1، أو في صيغة أخرى للقانون جذر 1 على ن ناقص 1 نفتح قوس مج س تربيع ناقص مج س الكل تربيع على ن. س دي معناها الأرقام زي ما اتفقنا، ونون عدد القيم، وس شرط هنا بتتحسب إزاي؟ لما خدنا أول مقياس في النزعة المركزية اللي هي مجموع س على ن. يفضل نستخدم القانون الأولاني إذا كانت الس شرط دي رقم صحيح ما فيهاش كسور ما فيهاش بوينت، ويفضل استخدام القانون الثاني إذا كانت س شرط رقم كسر. أو أنت ليك مطلق الحرية تستخدم الصيغة الأولى أو الثانية، اللي يريحك اشتغل بيه. لو طلب مني في التمرين أجيب حاجة اسمها التشتت النسبي أو معامل الاختلاف، بجيبه إزاي؟ دي معناها ببساطة إن أنا بعد ما أحسب التشتت اللي هو الانحراف المعياري بحوله إلى نسبة، إزاي؟ بقسم عين اللي هو الانحراف المعياري على الوسط الحسابي اللي هو س شرطة وأضرب في 100، يبقى أنا كده حولت التشتت من رقم عادي إلى نسبة مئوية. تعال نشوف مثال. مديني هنا مجموعه من الارقام، وهنا هبدا اختبرك بقى، بقول لك هات لي مقياس مناسب للنزعه المركزيه ومقياس مناسب للتشتت ثم احسب التشتت النسبي اللي هو معامل الاختلاف. لما تجيلي البيانات دي بقى هبدا انا اقرر مين المقياس المناسب للنزعه المركزيه مين المقياس المناسب للتشتت حسب طبيعه البيانات اللي عندي. المعيار الاساسي بتاعي يا جماعه هل البيانات دي فيها ارقام شاذه ولا ما فيهاش. هنا هنلاحظ ان البيانات ما فيهاش اي ارقام شاذه، يبقى على طول المقياس المناسب للنزعه المركزيه هو الوسط الحسابي، والمقياس المناسب للتشتت هو الانحراف المعياري. طب لو كان في ارقام شاذه كنا عملنا ايه؟ كنا هنشتغل بالوسيط كمقياس للنزعه والانحراف الربيعي كمقياس للتشتت. طيب يبقى احنا هنا طالما لا يوجد ارقام شاذه هنشتغل يا جماعه ايه؟ وسط حسابي مقياس نزعه وانحراف معياري مقياس تشتت. تعالوا نبدا بقى كده مع بعض نعمل الجدول الصغير.
هنحط الارقام نفسها اللي في التمرين نسميها س ونجمعها يطلع مجموعها 40. هبدا هنا على طول بقى في الاول احسب الس شرطه. يعني انا الاول عملت الجدول، عملت الجدول هحسب بقى الس شرطه نفسها. مجموع س اللي هو طلع بكام عندي؟ مجموع س هو طلع ب 40 اللي انا حسبته في الجدول، هاخده واقسمه على ن اللي هم عددهم 5، يديني الوسط الحساب بيساوي كام؟ بيساوي 8. طب هروح اجيب الانحراف المعياري ازاي؟ قلنا في عندنا صيغتين للانحراف المعياري، انت حر تشتغل بالصيغه اللي انت عايزها. انا هنا هطبق الصيغه الثانيه. يبقى القانون بيقول جذر 1 على ن ناقص 1، افتح قوس كبير مج س تربيع ناقص مج س الكل تربيع على ن. يبقى انا محتاج ايه لو بصينا على القانون ده يا جماعه كده؟ بصوا كده محتاج ايه؟ محتاج مج س تربيع، وفي فرق بين دي ومج س الكل تربيع. هنا مج س تربيع يبقى لازم اعمل لها عمود في الجدول اهو، زي ما انتم شايفين هنعمل عمود، هنزود عمود على الجدول نحسب س تربيع. يعني هضرب كل رقم في نفسه، 7 في 7 ب 49، 8 في 8 ب 64، 6 في 6 ب 36، 9 في 9 ب 81، 10 في 10 ب 100، اجمع يطلع المجموع هو ده اسمه مج س تربيع. 330 ده هو اسمه مج س تربيع. هناخده نعوض بقى بيه في القانون. يبقى 1 على ن ناقص 1 هي ن ب 5، يبقى 1 على ن ناقص 1 يبقى 1 على 4. افتح قوس مج س تربيع طلعت كام؟ 330. طب ناقص مج س اللي هي عندي ب 40 اصلا، اربعها بقى. شفتوا الفرق يا جماعه هنا؟ يبقى مج س تربيع ده الرقم اللي طلع في الجدول. اما مج س الكل تربيع باخد مجموع س نفسه اربعه. يبقى 40 تربيع على كام؟ على 5. احسب اللي بين الاقواس ده هيطلع ب 100، يبقى جذر 1 على 4 في 100، يبقى جذر ال 25 هيطلع 1.58 من 100. كان طالب مني التشتت النسبي او معامل الاختلاف، يبقى بعد ما اجيب الانحراف المعياري دوت كرقم عادي عايز اخليه نسبه. هقول هو قد ايه نسبته، قد ايه بالنسبه للوسط الحسابي. يبقى اعمل الاختلاف، هنقسم ع على س شرطه ونضرب في 100، يبقى 1.58 على س شرطه اللي هي كانت طالعه ب 8، نضرب الناتج في 100 هيديني 19.75 من 100%. شكرا جزيلا، وهنكتفي بهذا القدر ونلتقي بكم على خير في المحاضره القادمه.